لا تسألوا سفري لأين، والشوق موطنه الحسين، والشوق موطنه الحسين، هو من دعاني خادمي حياك لي، فأجبته آت فداك أبا علي. وهواك لي شرف زيارة كربلاء، هي جنتي وعروج قلبي للعلا. لست ملكي كي أوجه زورقي، أنا حين أحكي فالعقيدة منطقي. أنا لست ملكي كي أوجه زورقي، أنا حين أحكي فالعقيدة منطقي. قلبي المخيم والشموع والحزن يهجم، والدموع والحزن يهجم والدموع. أين الملام؟ وأحرفي قلبا وعين تجري كزينب تبتغي جسد الحسين. كنذور والدتي ولهفة والدي، أنا للحسين نذرت كل قصائدي. شكرا للزميل عباس الوحيلي على هذه الانتقالة، والشكر كل الشكر للزملاء الأحبة المتواجدين على محور العمارة. حياكم الله أحبتي وسادتي المشاهدين الكرام، مشاهدي مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، وأهلا بكم بهذه التغطية المباشرة الحية من المحور الجنوبي. ونتواجد الآن في محافظة ذي قار، وبالتحديد في قضاء الشبايش، والذي يكون قضاء الشبايش شرقي محافظة ذي قار، حيث هذه الوفود تتوالى صوب قبلة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. نعم أحبتي، بدقائق الصباح الأولى في قضاء الشبايش وجدنا هنالك الخدمات المقدمة إلى الزائرين الكرام من قبل أصحاب المواكب الكرام، فهذه المواكب تقدم الخدمة للزائرين على مدار الساعة، تربط الليل بالنهار لتقديم التسهيلات والخدمة للزائرين المتوجهين صوب كربلاء المقدسة. أيضا بهذه الخدمة وجدنا هنالك خدمة أخرى من قبل الجهات الأمنية مشكورة، فهي أيضا تربط الليل بالنهار لتقديم الخدمة، خدمة الزائرية الإمام الحسين عليه السلام. الأجواء الأمنية مستقرة ولله الحمد،
في هذه المنطقة وفرض الأمن من قبل الحكومة المحلية مشكورة، فهي مستمرة بفرض الأمن وتطبيق القانون. هنالك نقاط تفتيش وأيضا عناصر أمنية منتشرة لعدم زعزعة الأمن للزائرين المتوجهين صوب كربلاء. الخدمات الصحية أيضا وجدناها في هذه المنطقة على مدار الساعة، هنالك تقديم للخدمات الطبية وما يحتاجوه الزائرين الكرام، كلها في المحصلة من أهالي قضاء الشبايش مشكورين لتقديم هذه الخدمة. كما كنا في محافظة البصرة الفيحاء، أهالي البصرة مشكورين لتقديمهم الخدمة للزائرين المتوجهين صوب كربلاء. وجدنا من خلال تواجدنا من يوم أمس مساء يوم أمس في هذه المنطقة هنالك تسهيلات للزائرين من قبل الحكومة، وأيضا حركة السير للعجلات هي منتظمة وتسير وفق ما معد إلى من قبل الحكومة المحلية ومن قبل الخطة المعدة لهذه الزيارة. الزائرين كما تشاهدون الآن يسيرون بأريحية وانسيابية عالية بتوجههم إلى كربلاء. أحبتي وسادتي، لا نطيل عليكم ونترككم مع هذه المشاهد مع الجموع الغفيرة المتوجهة، فنحن لازلنا مستمرون ومتواصلون معكم بالتغطية الحية المباشرة من مجموعة قنوات كربلاء من المحور الجنوبي وبالتحديد من محافظة ذيقار قضاء الشبايش. لنا إن شاء الله لقاءات مع الأحبة الزائرين ومع خدمة الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا هنالك الرسائل في هذه التغطية، فلازلنا في الدقائق الأولى من تغطيتنا في قضاء الشبايش، فابقوا معنا أحبتي وسادة المشاهدين الكرام. دمك يا حسين مستحيل يموت اسمك يا حسين، مستحيل يضيع دمك يا حسين. مستحيل يضيع دمك يا حسين، مستحيل يموت اسمك يا حسين، مستحيل يضيع دمك يا حسين. فيك انت دم كتبته، فيك انت دم كتبته يا حسين. حبيب الله في أرض وسماء، لو ما نحرك ما بقت صوم وصلاة، غدا حبك ينكتب فوق الجبال، غدا حبك ينكتب فوق الجبال. وعلى حبك نمشي دربك يا حسين، يا حسين. مستحيل يموت اسمك يا حسين، مستحيل يضيع دمك يا حسين. فيك انت دم كتبته يا حسين، يا حسين. يا قديم الرفض على الظلم الجديد، اسمك انت اعلان تحرير العبيد. هذا بحرك يا سبط اين يزيد، هذا بحرك يا سبط اين يزيد، اين يزيد. باقي صوتك لاغي موتك يا حسين، حسين. مستحيل يموت اسمك يا حسين.
مستحيل يضيع دمك يا حسين فيك انت كم كتبت يا حسين يا حسين من ضوى عيونك على نار الخيام واستباحت أهلك بشهر الحرام نصرت ضو مثلك على سيوف الظلام نصرت ضو مثلك على سيوف الظلام الظلام خذيني لجل ديني يا حسين نصيح كلا للطغاة تنذبح كل يوم ما تموت الأبات أذنت يا حسين حي على الثبات أذنت يا حسين حي على الثبات على الثبات وأديني نص بجيب هنا يا حسين يا حسين مستحيل يموت اسمك يا حسين مستحيل يضيع دمك يا حسين فيك انت كم كتبت يا حسين والقبتك تسرع اجدامي ما تتعب بدربك ابد مثل الشغد لجلك الامي ويا اللي يزورون رف القلب رايه بدموع العيون متعلم الشايه ويا اللي يزورون رف القلب رايه بدموع العيون متعلم الشايه زاير واصرخ يا حسيني خادم بقبرك خليني زاير واصرخ يا حسيني خادم بقبرك خليني تبجي العيون يلي يزورون وانت المحب وصل القلب تنبض حروفه جيت اناديك دمعي يرثيك قطك أصد ومن بعود عيني ملهوفة روحي طاريك وابقى لاغيك حبك دوا ودربك ضوا مهجت تشوفه لا ما يرتاح هالجدم صاح دربك شرف شوق وترف خطوة معروفة ما يمنعوني يا حسين ما يبعدوني يا حسين ما يمنعوني يا حسين ما يبعدوني بك أنا مجنون والقبرك اتعنت دروب البشر نار بس دربك الجنة فيك أنا مجنون والقبرك اتعنت دروب البشر نار بس دربك الجنة الجنتك بيدك دنيني زاير وأصرخ يا حسيني الجنتك بيدك دنيني زاير وأصرخ يا حسيني الشايه
آلام طول الدرب دمعه تصب واذكر جروحك صدرك الهيل داسة الخيل وانت الندى منك بدا خضر بروحك عطرك الياس ويا الانفاس نسمة عطر سهم الكفر يقدر يلوحك امشي وانعاك حسرة القاك طول الدهر دمع النظر حلف نوحك لقعد ببابك وانعلم صابك لقعد ببابك يا حسين وانعلم صابك يا حسين مأتم إلك صاب كل لحظة بنفاسي شلتك لأنتاج ما نزلت راسي إيه مأتم إلك صار كل لحظة بنفاسي شلتك لأنتاج ما نزلت راسي ميت وحبك يحييني زاير وأصرخ يا حسيني إيه ميت وحبك يحييني زاير وأصرخ يا حسيني يا حسيني حنيت عالجدم جيت موكب حزن ابكي واون وانت عنواني ما احب لا انا والله غيرك ابد ما اخذ عهد ما احب ثاني اغلى محبوب قلبي مكتوب رب اشكر لهالمفخرة مثلك انطاني ما يحاجيك بل كرويك اوقع مطر وانهض نهار يمك القاني كني دب ورده يا حسين شفتك تبدل يا حسين كني دب ورده يا حسين شفتك تبدل يا حسين عشان لليوم لضيوفك احلامي لبيك ناديك يا من ذبح ضامي عطشان لليوم لضيوفك احلامي لبك ناديك يا من ذبح ضامي ضامي واحساسك يرويني زاير واصرخ يا حسيني اي ضامي واحساسك يرويني زاير واصرخ يا حسيني يا حسيني لديار الحسين صباح الاشتياق لعتباتك يا أبا عبد الله صباح الحفظ والرعاية لزوار السائرين صوب كربلاء المقدسة أحبتي المشاهدين الأكارم مشاهدي شاشة قناة كربلاء الفضائية نحن وإياكم في طريق العشق الأبدي بين خدام الحسين وأنصاره وزواره وأعوانه ننقل لكم هذه المشاهد من الملحمة المليونية لزيارة الأربعين أحبتي المشاهدين الأكارم نلتقي الآن بأحد الزائرين السائرين إلى كربلاء قواك الله حجينا قواك الله عم الله يساعدك شلونك شلون صحتك عظم الله أجرك وأجرك عم الله والديك أني مواطن حميد لفتح مود من ناحية قضاء الدير خدمة تمام محترمة الناس يعني مقدرتنا وقاعد تخترمنا وقاعدين بكل شيء يعني يخدمونا أي شغلة يعني جاي يخدمونا بها ونعم الله عليهم وعليكم وعلى كل الناس اللي طيبين جينا شنو شعورك وانت تسير صوب كربلاء المقدسة؟ يعني احسن زيارة بعد ربنا الحسين سلام الله عليه لان احنا جايين مشايين نزور الحسين وندور ثواب ومشكور موفق ومأجور ان شاء الله نعم احبتي المشاهدين الكرام مثل ما شاهدتم هذه الروحية العالية وهؤلاء زوار الإمام الحسين يتجهون صوب كربلاء متلهفين ومتشوقين لرؤية قائدهم وحبيبهم ومعشوقهم سيدي شباب أهل الجنة أحبتي المشاهدين الأكارم متواصلين وإياكم بهذه التغطية المباشرة عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية من قضاء الجبايش